من نيويورك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة درغام. هناك نقطة مهمة فعلها ترامب صباح نور واستطاع الوصول إلى البيت الأبيض مجددا، ولكن مرة أخرى هل يعني ذلك بأن الرئيس ترامب قد نجا من كل المحاولات القانونية لملاحقته وقد نجا من المحاكمة؟ تقريبا، لأن هناك حصانة، ولكن التركيز الآن ليس على تلك الناحية من الرئاسة بالتأكيد، خاصة ما بين الآن وبين تسلم الإدارة ترامب الجديدة البيت الأبيض قد تكون هناك محاولات. إنما ما يعني يلفت الانتباه هنا اليوم هو أن الماغا، حركة الماغا التي تعني نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، انتصرت حركة الماغا على حركة الووك التي هي يسارية التوجه، طبعا فيها كثير من الشباب، ولكنها يبدو أنها ليست في مزاج الناخب الأمريكي، الشعب الأمريكي، وبالتالي تتوجه الأنظار الآن إلى ماذا سيفعل دونالد ترامب. أعتقد أنه سيقوم بلم الشمل، أنه جدي في ذلك، هو لا يريد الانتقام الآن من الذين عارضوه وعرضوه. ولكن هذه النقطة قد تكون مستبعدة لحد كبير من الرئيس ترامب، على الأقل من خصومه كامالا هاريس حذرت أكثر من مرة بأن ترامب سينتقم لو فاز بالرئاسة. هل غير الرئيس مواقفه؟ أنا أعتقد أنه تغير، وليس فقط تغير مواقفه، إذا رقبته في اليومين في الأمس بال24 ساعة الماضية ترى أنه بات أقل تحديا، أقل غضبا، يشعر أنه يريد أن يطمئن الأمريكيين بأنه هو رئيس الجميع. أعتقد أن ذلك سينعكس على سياساته الخارجية، ولا ننتظر على أي حال لنرى من هو في فريق ترامب. أنا أعرف كثير من المرشحين شخصيا، يعني أعرف كثير من المرشحين لمناصب مهمة جدا، وأعرف شخصيتهم أيضا، فهم سيكونوا فعلا عازمين على إبراز جدية وحزم أمريكا، وليس فقط إرضاء الذين يعني يتوقعون من أمريكا أن تقوم بإرضائهم. لذلك أعتقد أنه من المهم أن ننظر بدقة إلى ماذا سيفعل دونالد ترامب بالسياسة الخارجية، من سيكون في فريقه، ما هي الرسالة إلى بقية الأمريكيين. وأعتقد أن المرحلة الانتقالية من هنا إلى تسلمه البيت الأبيض مهمة جدا، لأن إدارة بايدن هاريس ستبقى في السلطة، لا أعتقد أنها ستقوم بما يعرقل مثلا في موضوع غزة، موضوع لبنان، لا أعتقد أن هذه الإدارة ستقوم بعرقلة المصلحة الأمريكية. الأمور ستختلف بشكل كبير من هنا وحتى يناير 2025، هناك أمور كثيرة قد تحدث. نعم. قد تتغير. نعم، وهذا تماما ما أقصده. يعني أنا لا أعتقد أن إدارة بايدن هاريس ستقوم بمحاولة أن تترك إرثا لدونالد ترامب مثلا في موضوع غزة ولبنان، إرث استمرار الحروب لأنهم يريدون توريطه. أعتقد أنهم سيحاولون أن يقوموا بإنجاز، أن يستمروا بالمحاولة وإن فشل حتى الآن، وهو إنجاز إيقاف الحروب، الحرب على الأقل في غزة ولبنان. إذن ما لم يعني سنرى كيف ستتصرف الفرق الانتقالية من الديمقراطية منها والجمهورية. الشرق الأوسط مثلا، تفضل. ولكن بالحديث عن الشرق الأوسط، الشرق الأوسط بحاجة فعلا لإنهاء هذه الحروب بغض النظر عن من يقوم بذلك. ولكن دعيني نتوقف عن نقطة مهمة. المرشح الجمهوري دونالد ترامب أكد عزمه إغلاق الحدود مجددا بعد توليه الرئاسة، مشيرا إلى أنه يرحب بالهجرة لكن بشرط أن تكون بالطرق القانونية. فلنستمع. علينا أن نجعل أمريكا مميزة ونجعلها الأفضل في التاريخ. علينا أن نغلق الحدود أمام المهاجرين. سنسمح لهم بأن يأتوا إلى أمريكا ولكن بالطرق القانونية. سيدة راغدة درغام، في ولاية رئاسية الأولى وفي المرحلة الأولى من رئاسة الولايات المتحدة عاد ابتكار ما يسمى بالجدار العازل، ولكن على الطريقة الأمريكية، هذه المرة مع المكسيك. ترامب وعد أكثر من مرة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، هل سيفعلها هذه المرة وهل هو قادر على فعل ذلك ولكن بأرقام كبيرة؟
أعتقد أنه سينفذ ما وعد به. هو لا يتحدث عن إغلاق باب الهجرة كليا، هو يتحدث عن إغلاق باب الهجرة غير الشرعية. يعني إذا نظرت مثلا إلى مشهد المسرح أمس، ترى أن مثلا ترامب نفسه متزوج من أوروبية، نائب الرئيس متزوج من امرأة من أصل هندي. يعني أن ليس هناك مثلا، عندما تحدث ترامب مثلا الأمس تحدث عن العرب الأمريكيين، هذا قل ما يذكر العرب الأمريكيون في هذه المناسبات. أعتقد أنه سيكون صارما في موضوع إغلاق باب الهجرة، ترحيل من هم غير شرعيين، وأعتقد أنه أيضا سيتمسك بالمبادئ التي تحدث عنها وهي مبادئ الاجتماعية. يعني هو كان معارضا جدا للانفتاح، الانفتاح إدارة بايدن على الحياة الاجتماعية مثلا في التحول الجنسي، وهذا النوع من المواقف التي التصقت بإدارة بايدن سيكون حازما في ذلك، كما سيكون حازما في يعني السياسة الخارجية. أعتقد أن فريقه سيكون مثلا، أنا لا أتوقع من دونالد ترامب أن يحتضن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل قاطع، لا، سيكون فعلا حازما معه وحاسما. أعتقد أنه سيستمع جيدا إلى ما تقوله وما ستقوله القيادات في الدول الخليجية العربية، لأنه ينوي أن يوكل هذا الملف لصهره. وهذا ما فهمته أنا من مصادر، إلا إذا تغير الأمر بعد الانتصار، إنما ينوي الاستمرار في جهود صفقة القرن، الاتفاقيات الإبراهيمية، ومن أجل أن يفعل ذلك سيضطر للضغط على نتنياهو دون التخلي عن العلاقة العضوية مع إسرائيل. نقطة مهمة جدا، ترحيل والتقنير على المهاجرين، هل سنشهد نسخة جديدة من بريطانيا، رواندا مثلا، أم أن هناك طرق أخرى لدى الرئيس ترامب؟ لا، أكيد طرق أخرى. لا أعتقد أننا سنشهد يعني طرد جماعي بآلاف الأرقام، يعني لا أعتقد أن هذا مشهد سيكون أمريكيا. أعتقد أنهم سيجدون وسائل لمعالجة هذا الأمر دون أن يظهر دونالد ترامب وأنه الرجل الانتقامي في البيت الأبيض، أنه يريد أن، أعتقد أن الرجل يريد سيرة تاريخية، سيرة ذاتية تاريخية مختلفة عن صيته. يعني هو المعروف بالاعتباطية، بالارتجالية وإلى آخره، أعتقد أنه يريد أن يكون رئاسيا هذه المرة، لأنه يعني أعتقد أنه هو كان معروف دائما بأنه الظاهرة، هو فعلا الرجل. هي الفرصة الأخيرة ربما للرئيس ترامب. بالتأكيد هي الفرصة الأخيرة، لأن من سنه بالتأكيد، لا أعتقد يعني لربما بالتأكيد سيسعى ليكون لديه ولايتين، أنه يعني في يقع في غرام السلطة. أعتقد أنه سيحاول فعلا أن يجعل من أمريكا عظمى مرة أخرى، وهذا يتطلب منه أن يكون داخليا وخارجيا أقل اعتباطيا وأكثر استراتيجيا. مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك.